زراعية مباشر. أنا حد يسمع لينا؟ أنا عندي مشكلة مش لاقيين تعاون. يا بيس عايز ما حدش يعاقب. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة في هذه الفترة بتتكلم عن الاستثمار. طيب الزراعة وعلاقتها بالاستثمار. الاستثمار الزراعي. الزراعة هي مشروع اقتصادي وبالدرجة الأولى. ولعلها من أهم المشروعات الاقتصادية لأنها بتمثل العنصر المغذي لكافة المشروعات الاقتصادية الأخرى سواء بقى كانت تجارية أو صناعية أو سياحية. فالمستثمر الزراعي الصغير والكبير بيعنيه بالدرجة الأولى العائد المتوقع من استثماره الزراعي. ولعل إخفاق العديد من المشروعات الزراعية بيرجع بالأساس إلى غياب النظرة الواقعية لحساب عائد الاستثمار الزراعي وما يتضمنه من مفردات لابد أن يتم دراستها بعناية دقيقة. هناك العديد من العوامل التي يجب أن توضع في الحسبان داخل البلاد أو خارجها، مثل أسواق الاستيراد والتصدير، التصنيع المحلي، خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. احنا اللي يهمنا بالاساس هنا هو عائد الاستثمار من استصلاح الاراضي وتملكها او تخصيصها، مع النظر بعنايه الى التكلفه الاوليه زي حفر الابار، شق الترع، توصيل المصارف. دي كلها اجراءات لازم تتم وغالبا بتتحملها الدوله في بدايه المشروع وبيتم تحصيلها من المنتفعين على امد طويل حتى لا تكون عائقا في البدايه، وده بيجعله عاجز عن الاستثمار. اللي يجب ان نشير الى التخطيط الامثل في الاستزراع أن يشمل على أنشطة متنوعة تغطي هذه التكلفة من البداية حتى يتمكن من الاستمرار. الاستثمار الزراعي مهم جدا في هذا التوقيت. الاستثمار الزراعي الآن يتمتع بإرادة سياسية قوية تدعمه وتحميه. أهلا بكم في الزراعية مباشرة.